انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها 33 تحت شعار تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا برعاية مجلس الوزراء. يتناول مؤتمر هذا العام موضوع التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط هالة سعيد إنه رغم شدة أزمة كوفيد-19 وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع، إلا أن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة. وأتي في مقدمة هذه المشروعات مبادرة حياة كريمة، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019.